يقول السائل: وما حكم المرأة تخرج من بيتها لزيارة أختها لأنها مريضة وهي في عدة الوفاة؟ لا تخرج من بيتها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر المعتدة للوفاة أن تمكث في البيت، ألا تخرج إلا لما لا بد لها منه، ويكون ذلك في النهار، ألا تخرج لزيارة أختها أو زيارة صديقتها، لأنه بإمكانها الآن أن تكلمها بالهاتف، تكلمها بالتلفون وتسأل عن حالها وتسلم عليها كأنها حاضرة عندها، تطمئن عليها وتدعو لها، هذا يكفي والحمد لله.